السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة تالتة ثانوي. معايا في جزء كان فاضل في الفيوتشر، كانت الحصة بتاعة المراجعة ما كفتش ان احنا نشتغله، اللي هو صفحة 132 و133 في كتاب جينيس. في صفحة 132 كنا في كده قانون قلناه بسرعة، لك ان احنا كنا في اخر الحصة، اللي هو قانون وايل، وكنا قايلين يا جماعة لو طلب الزمن اللي بعد وايل بيبقى زمن مستمر، فلو النص التاني ماضي بسيط وماضي مستمر، ماضي بسيط كنا قايلين لو قاطع ماضي مستمر، لو توازي بيبقى النص الاول ثابت ماضي مستمر، لو النص التاني مستقبل بسيط او مستمر ايا كان مستقبل، النص الاول مضارع مش بسيط بقى وتام، مضارع مستمر برضو. فالقانون ده مهم. تعال بقى علشان الملحوظات اللي هتقابلنا واحنا شغالين في اخر جزء في الجرامر، بيقول المستقبل التام يفضل استخدامه كجواب شرط مع الروابط الاتيه. انتوا عارفين انا قايله لكم اي رابط، الجمله الاولى اسمها جمله فعل الشرط، الجمله الثانيه اسمها جمله جواب الشرط. مفروض ان فعل الشرط لو مضارع بسيط وتم مع اي رابط بيترجم عندما. طب بيفور وباي ذا تايم مش بيترجموا عندما، بيترجموا قبل. فلو جواب الشرط هيبقى معناته هكون خلصت، يبقى ويل هاف التصريف التالت. لو جواب الشرط هكون بدات في عمل كذا، هبدأ لسه، يبقى ويل والمصدر بيتنبأ ان لما المضارع يحصل هبدأ في كذا، انما لما المضارع يحصل هكون خلصت كذا. طبعا بيدي جملة توضيحية، ما ادكش جملة توضيحية يبقى الاتنين صح والافضل التام، لان بيفور وباي ذا تايم معناهم قبل، وكلمة قبل بتيجي مع الازمنة التام تاني، يبقى بيفور وباي ذا تايم فعل الشرط مضارع بسيط او تام، الافضل المستقبل التام، ده لو ما اداش جملة توضيحية اني هكون خلصت كذا قبل الميعاد الفلاني، ما لقيتوش يبقى البديل مستقبل بسيط. جابهم الاثنين هيدي لك جمله توضيحيه تبين انه خلص ولا لسه هيبدا. يعني انا في المثال ده الاثنين صح، بس ده افضل. يعني هو بيقول ان قبل ما توصل هبدا في عمل الواجب، يعني هو لسه ما قربلوش، قبل ما توصل هكون خلصت الواجب، يعني هكون خلصته. بيجيب لك بقى جمله توضيحيه ان انا I will be free هكون فاضي، هنا يقول لك I will be busy هكون مشغول مثلا. فهمتوني؟ ما جابش ده افضل، يعني ده بيكون الزمن الافضل لو ما اداش جمله توضيحيه. تمام. تعالى بعد كده، ده احنا قايلينه، قايلين النشره الجويه او الويذر فوركاست او ريبورت بتاخد في الاصل be going to، حاجه على وشك انها تحصل، مش موجود يبقى will والمصدر. تمام. كلمات النيه والخطه والقرار decide، make up my mind يقرر، intend يعني، plan يخطط، want you read interested، دول بيستخدموا مع be going to، معناها ايه؟ على وشك انا. طيب معلش ايه بقى البدائل بتاعتها؟ be about to يكون على وشك انا، be due to، دول بقى صفات كنا واخدينهم في الوحده الاولى، ان الكتاب على وشك ان ينشر، انا مهتم، انا اريد نشر الكتاب، الكتاب على وشك ان ينشر. نيجي بقى ركز معايا في قانون expect، هيقابلنا في جمل. قانون اكسبكت، فاعل اكسبكت او في مفعول تو المصدر، طب ذات فاعل يبقى دي جمله، يبقى ويل والمصدر، اكسبكت هيم تو كام، اي اكسبكت ذات هي ويل كام. معايا بقى في الكتاب صفحه 132 الجزء اللي تحت في الكتاب اللي هو جرامر اكسرسايزز اللي في كتاب جينيوس. معايا بقى الجمله الاولى بتقول ان ذا فيوتشر، في المستقبل، solar heating التسخين بالطاقة الشمسية، نقط in homes and industry. طب in the future مستقبل بسيط، يبقى الشيء is used و are used لأن دول مضارع، would معلش يعني دي تبع مستقبل ايه، دي بتبقى في قاعدة if او في wish بتوع التمني والندى. احنا هنا بقى ده اسمه مستقبل بسيط في تنبؤ بدون دليل، افتكر بقى في تنبؤ بدون دليل will والمصدر في المعلوم والبي والتصريف التالت في المجهول، يبقى ويل بيوز التسخين سوف يستخدم. I expect لسه واخدينها، قلنا I expect هناخد فاعل ويل والمصدر، فاعل يبقى ويل والمصدر يبقى ويل باس. I want to لسه واخدينها من الألفاظ الدالة على النية والخطة، يبقى I want to buy a new villa بدأ معناته I'm going to save a little، ناوي أدخر فلوس. أربعة نفس الفكرة، plan من الألفاظ الدالة على going to
يبقى he's going to become a geologist، هو مخطط يبقى geologist when he leaves، عشان ما يجيش واحد يقول لي رابط بعديه مضارع يبقى قبليه مستقبل. معلش ماشي، ده غلط وده غلط. انت كده بقى لك اتنين مستقبل، عندك will تنبؤ بدون دليل، عندك going to ومعاك لفظ خطه يبقى going to. طيب خدت معايا I won't be able to talk to you all day tomorrow، الجمله دي شاكب راكب هتبقى مستقبل مستمر. ليه بقى؟ اولا في لفظ استمرار all day tomorrow، طول اليوم بكره. ثانيا ده اعتذار، اعتذار عن خطه لوجود ترتيبات اخرى، سأكون منشغل will be doing. طيب probably من ألفاظ الشك، ألفاظ الشك بتاخد مين؟ will، يبقى I will probably be away for a week this summer. نيجي بعدها the plan to Brazil، هتغادر الساعة 6، حدد موعد، يبقى ده اسمه جداول مواعيد مع الغير عاقل مضارع بسيط. in my opinion في رأيي، أساليب الرأي بتاخد going to لو في دليل، will والمصدر لو مفيش دليل. الراجل بيقول ان سكان مصر هيزيدوا 20% السنه الجايه، ماشي فين الدليل؟ مفيش دليل. باي دي باي نسبه مئويه مش باي مد، تمام، يبقى will والايه والمصدر. طيب ركز معايا I will inform you as soon as، الرابط مين؟ as soon as، قبليه ايه؟ مستقبل. قايله لكم اي رابط قبليه مستقبل او امر يبقى بعديه مضارع، يبقى هناخد I arrive، تمام، عشان ده مش ده ما ينفعش مستقبل مستقبل، ما ينفعش ماضي تام الا لو في ماضي بسيط، ما ينفعش arrived ماضي بسيط الا برضو لو النص التاني في ماضي بسيط. تعالى بيان not you be going to Alexandria again this summer، again this summer دي دلالة مستقبل. تعالى افكرك، كنا قايلين will فاعل بي اي ان جي بتستخدم للاستفسار عن معلومة، اللي هو المستقبل المستمر في السؤال، استخدامه الوحيد في السؤال لما تستفسر رسمي عن معلومة. هو انت حضرتك هتكون في اسكندرية، فهمتوني؟ طيب المباراة هتبدأ الساعة 8، جدول مواعيد مضارع بسيط يبقى starts. جملة 12، انا بتهيألي الموضوع بدأ ينظبط معانا شوية، ان شاء الله الدنيا تبقى حلوة. الجملة 12 he planned، فعل plan تخطيط خطة. طيب الخطة يبقى going to is going to visit. What is your plan for the next Ramadan؟ تمام، قال له أنا هروح عمرة، ربنا يكتبها للكل. طبعا I am performing، عاوز يكون خلص الترتيبات، ما قالش إنه خلص الترتيبات. I perform يبقى دي عادة متكررة أو جدول مواعيد، غلط. I'm going to perform، ما ينفعش يبقى قرار سريع عشان يبقى will، كنت قايلة لكم will ما بتستخدمش في الأحداث اللي بيكون فيها حاجة مصيرية، تيجي في رد الفعل السريع، ما ينفعش رد الفعل، أنت هتعمل عمرة يبقى I'm going to perform، أنا ناوي أعمل عمرة. طيب I decided to travel to Luxor، قرر يسافر للأقصر، برضه decide تاخد going to لأن ده اسمه قرار لسه بيفكر، بياخد قرارات بالتفكير يبقى going to، يبقى are going to meet. I expect في فاعل يبقى I expect فاعل ولو مصدر، أنا زهقت منها يبقى will pass. نيجي هنا بقى بقدوم سنة 2030، حلو، باي مدة مستقبل يبقى ده مستقبل تام، خطة شخص خطة دولة قابلة للتحقق في المستقبل. ويل والمصدر غلط بسيط، والبي اي ان جي مستمر غلط. اتبقى لك اتنين مستقبل تام، ويل هاف بيلت ويل هاف بين بيلت. انت لو بصيت هنا ويل هاف بيلت معلوم، ويل هاف بين بيلت مجهول، ترجم 3000 مدرسة 3000 سكولز، ويل هاف بين بيلت هيكونوا اتبنوا في 2030، ماشي. باي the year 2060 بقدوم عام 2060 الانترنت، تعالى بقى هنا بقدوم عام 2060 الانترنت، الاول يستخدم ولا يستخدم؟ انت يعني جاي لك جمله ما انتش عارف هي خطه قابله للتحقق ولا تنبؤ، ما هو انا قايله لك ان باي، ركز معايا، مده مستقبل هتاخد ويل والمصدر، لو تنبؤ بدون دليل خيال هتاخده والهاف التصريف التالت، لو خطة شخصية او خطة دولة قابلة للاكتمال في المستقبل. معلش الجملة اللي جاية دي ان الانترنت هيتم استخدامه بواسطة الجميع، انت واخد بالك من الجبروت، فانت بواسطة الجميع ده عمره ما يبقى مستقبل تام، تمام. ده اولا مستقبل التام معنى غلط، ثانيا مستقبل التام حتى لو موجود المفروض يبقى مجهول، يستخدم يبقى will be used. I think one day تنبؤ بدون دليل
يبقى طب تنبؤ بتدريج يبقى ول والمصدر، ادي ول والمصدر في المعلوم، والبي والتصريف تلت مجهول، ان كل كتاب ينشر از ان اي بوك كتاب الكتروني رأي بدون دليل مع المجهول والبي اي ان والبي والتصريف التالت والبي ببلشت. 19 ان 2 اورز تايم، الفيديو الاولاني اللي شرحناه قبل كده في الحصه الزياده كنا قايلين ان 2 ييرز اورز تايم خلال ساعتين، ده بيكون مستقبل مستمر لو مفيش عدد مفيش لفظ كميه، الفعل ما بيقبلش الاستمرار يبقى مستقبل تام. يعني هنا مش اسمها will be reaching، فعل ريتش فعل سريع ملوش استمرار، يقول have reached. تمام، ارجعوا للورق بتاع الشرح تاني هجيبه لكم نبص عليه في ثواني. بصوا لي هنا this time مده مستقبل، in او within مده مستقبل، كنا قايلين خلال الوقت ده في المستقبل المفروض will be ing هكون منشغل بعمل كذا لانه حدد وقت في المستقبل، زي this time tomorrow I will be reading the novel، لكن بشرط الفعل يكون بيقبل استمرار وما يكونش فيه لا لفظ عدد ولا كمية. لكن تعالى بقى بص معايا، انا نفس الالفاظ this time مدة مستقبل او within خلال مدة مستقبل هياخد مستقبل تام لو فيه لفظ عدد او كمية، الفعل ملوش استمرار، فعل سريع، افعال ادراك، افعال اللي هي المشاعر ما بتحطش في الاستمرار، هتبقى مستقبل تام او جاب فور مدة. فكركم بالمثال اللي كنا شارحينه this time tomorrow I will have read، هكون قريت كل الرواية لفظ كمية، فاش will be reading هكون قريت لمدة 3 ساعات، او هكون وصلت او الفعل يوصل. تمام، فارجعوا بقى معايا للجملة اللي احنا واقفين عندها اللي هي in an hour time، لا ثواني، الجملة كانت in 2 hours time. 19 in 2 hours time عمر هيكون منشغل بالوصول، الفعل يصل فعل سريع ملوش استمرار، ولا هيكون وصل؟ هيكون وصل، هيكون وصل. تمام، home after a long journey. هنا بقى when he is 21 لما يبقى عنده 21 سنة المفروض هكمل مستقبل، هيكون اشتغل في بنك، قايلها لكم التنبؤ will والمصدر، بديله will be ing او may be ing، يبقى will be working او may be working. 21 I will have returned by the end of the match، هكون رجعت قبل نهاية المباراة، قال لكم باي وبيفور وتل وانتل مع مدة مستقبل بتديني معنى بيفور نفس المعنى. تمام، the film starts at 10، طبعا ده غير عاقل يبقى ده اسمه جدول مواعيد، جدول مواعيد اسمه تايم تيب. اهي بقى in an hour's time زي in 2 hours time، الفعل هنا بقى travel بينحط في الاستمرار، بيتحط في الاستمرار يبقى مينفعش مستقبل تام، مفيش لا عدد الموانع ولا في عدد ولا فور ولا الفعل من الافعال ما بتقبلش استمرار، كل حاجه سالكه يبقى مستقبل مستمر، يبقى الكلمات دي في الاساس مستقبل مستمر، this time مده مستقبل، in مده مستقبل، في الاساس مستقبل مستمر. تيجي تجيب لي فعل ملوش استمرار زي reach، تجيب لي فور، تجيب لي عدد، يتحولوا لمستقبل تام، بيلعبوا على الزمنيه. will be traveling هكون منشغل، this time next week will be playing هكون منشغل باللعب في المهم. تعالى بقى 25 she not her driving test next week، next علامة مستقبل won't she، افتكر معايا بقى كورس الصيف won't she ده اسمه سؤال مزيل، السؤال المزيل هنا جاي مستقبل منفي، يبقى الجملة مستقبل مثبت، المستقبل ما ينفعش going to وإلا كان هنا حط going to، يبقى هنا في won't اثبتها will، يبقى will have السؤال المزيل عكس اثبات الجملة. 26 Sarah is going to buy a new mobile، استخدم going to يبقى ده مش promise will ولا warning دي كاتبها غلط تحذير غلط، ولا prediction تراب intention نهي، watch out احذر، you're going to burn انت على وشك انت هتحرق نفسك، ده معناته ان the addressee المخاطب من معاني going to is، ركزوا بقى معايا هنا قايلها لكم is about to is due to، يبقى is about to على وشك ان يحرق. طيب I will buy a new mobile، هشتري موبايل جديد، this is prediction تنبؤ فش intention بويل، promise هو مش هيوعد نفسه، لو قال لك I will buy you هشتري لك تليفون ولا offer عرض. طيب تعالي لي بقى المعنى بقى المعنى المعنى المعنى، هو مش هينام قبل وصول بابا، لن ينام
قبل وصول أبيه. هنا بقى مش هينام بعد وصول أبيه، ده عكس المعنى. عندما والده يصل سوف يبدأ النوم، يبقى الحدث هيبدأ لما بابا يوصل، صح؟ لما ينام، عندما ينام بابا هيوصل، يعني انت كده عكست، فين النفي؟ سوف ينام قبل ما بابا يوصل، لا ده بيقول مش هنام قبل بابا ما يوصل، يبقى بي. الجملة اللي بعدها جانا decided to buy، decide بتساوي will؟ لا. is going a new car، يعني is going a new car، فين طول مصدر؟ بوت اشترت a new car ولا ناوية تشتري؟ ناوية تشتري، خططت. be quiet or، قلنا or otherwise تدينا will، يبقى ده على طول اسمه تحذير warning. تمام، اخر جزء في اخر صفحة في الفيديو معايا بيقول رودينا has made up her mind، قررت بتساوي decide، والاتنين بياخدوا going to من دلالات going to، يبقى she's going to join the faculty of medicine. تمام، قلنا is about to due to، يبقى بيساوي going to. دكتور محمد السيد is about to، على وشك يعني يغادر مصر، يبقى is going to leave Egypt. عمر will be 10 years، دي اسمها future fact، حقيقة مستقبلية. I expect to have finished، دي بقى expect to المصدر، ده مستقبل بسيط. expect to have والتصريف الثالث، ده مستقبل تام لان في باي مد، ما هو expect بتساوي will مع المصدر بتديك مستقبل بسيط. تمام، expect بتساوي will، انا قايله لكم وبتدل عليها، كان اول ما تشوف expect كانك شفت will، فلو لقيت بعدها تو المصدر يبقى ده مستقبل بسيط، ويل والمصدر. لقيت هاف التصريف الثالث يبقى ده مستقبل تام. هنا بيقول لك انا متوقع انه يكون خلص الواجب باي ميد نايت، يبقى الواجب متوقع ان يخلص او يخلص، هاف بين فينيشد باي ميد نايت. انما از اكسبكتد تو هاف فينيشد باي ميد نايت، غلط عشان مش مجهول. اكسبكتد مش مبنيه للمجهول، متوقع انت بدأت بالمفعول، يبقى عاوز تبني المجهول، وهاف التصريف التالت. تاني انا اتوقع ان انهي واجبي، فالواجب يتوقع ان ينهى، فالاتنين الاخرى دول غلط عشان اكسبكت مفهومش فيرب تو بي. طيب الواجب يتوقع ان ينهي ولا ينهى؟ ينهى، يعني الاتنين لازم يبقوا مجهول، تو هاف بين فينيشد مش تو هاف فينيشد، دي معلوم دي مجهول. تمام، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في بارت 2 كلمات الربع.